دعاتي خاصمتها صالحتها لما بكت وتوسدت أحضاني ألقت علي القبض مشتاقا لها فتحول عصبيتي حناني دلوعتي خاصمتها صالحتها لما بكت وتوسدت أحضاني ألقت علي القبض مشتاقا لها فتحول عصبيتي حناني إن الرجال فوارس لكنما لا سلطة تعلو على النسوان دلوعتي خاصمتها صالحتها لما بكت وتوسدت أحضاني يا ريتني انشينات سريعة ألقت علي القبض مشتاقا لها فتحول عصبيتي بحناني عدنا نشاكس بعضنا حتى الصباح عدا المزاح والمزاج كما يجب فطفت ببكر هاتفي قفزت لصدري بدا الحساب والتحري يا محب من هذه صاحبتها كم امراه الغيتها كم حلوه بغيابنا غازلتها هيا اعترف يا حضره السلطان مساء الخير عليكم جميعا يمكن شوية تأخرنا بس حتى يكون يعني الكل مخلصين شغلهم لا بالعكس الصوت هذا بس بالبداية هسه بعد ماكو صوت مجرد رح نبلش أشكركم جميعا طبعا هسه راح نحكي عن البي ار بي البي ار بي قلنا المدرسه الامريكيه تقول نشتغل ناباش تكنيك بمعنى انه ندخل بدايه الابره ونمشي بشكل سريع على كل مناطق السكن حتى نحصل نتائج حبيبي دكتور احمد الذهب دكتور محمد الغالي ربي يحفظكم جميعا فاحنا نشتغل الناباش تكنيك بشكل سريع قلنا ننطي قطرات ابيديرمال تكون كلش يعني اكتب بالمقابل المدرسه الاوروبيه تقول لا ينحقن انترا ديرمال وايضا يطلع نتائج اكتف وفعلا هو الانترا ديرمال طلع نتائج اكتف هو اطباء عندنا احنا بالعراق اللي يستخدمون طريقه الاوروبيه اللي هي تقول انترا ديرمال وفعلا نتائجها اكتف وبالمقابل اني او غيري دا نستخدم الناباج لحد قبل شهر طبعا نفسي وايضا نتائجها اكتف نريد نسوي لها ميكس بكل الانواع الميكس ممكن تسويه مو شرط بنوعيه معينه بس بالبايو لين يجي وياها هايلورونيك على صفحه او على جنب يعني يكون بواحد 5 سي سي فراح تصير العمليه هنا شويه مختلفه يعني بالبلازما بايو ايش راح نسوي ناخذ البي ار بي تيوب نيجاتيف بريشر هو راح يسحب 8 سي سي راح يتوقف تمام راح يسحب 8 سي سي ويوقف النيجاتيف بريشر فتكتفي تسوي له سنترفيوجينج راح يجي عندك 6 سي سي بي ار بي بليتليت ريتش بلازما هاي ال 6 سي سي راح احط لها 1 سي سي كالسيوم كلورايد اللي هو اكتيفيتر 1 سي سي كالسيوم كلورايد اكتيف اللي هو الاكتيفيتر فصار عندي 7 سي سي يعرف كل واحد يمه ورقه وقلم او يحاول يركز حتى يحفظهم هو اللايف راح يسيف فيقدروا يشوفوه 6 سي انا سحبت بلاد هو النيجاتيف بريشر يسحب 8 سي سي ويتوقف
صار باليوتيوب 8 سي سي. سويت له سنترفيوجينج صار عندي 6 سي سي بي ار بي. حطيت له 1 سي سي كالسيوم كلورايد. شلون اخلي له؟ طبعا حجيب سيرنج مثلا 10 سي سي اسحب بيها الصوديوم عفوا الكالسيوم كلورايد اللي هو الاكتيفيتر 1 سي سي، وارجع اخليها بنص التيوب مال البي ار بي واسحب البي ار بي اللي هو 6 سي سي. فصار عندي بالسيرنج 7 سي سي مخلوط عباره عن بي ار بي زائد اكتيفيتر. هاي اللي هنا اوكي. طبعا التيوب ما يخوف من تقلبه يعني اوكي، الجل كلش سيبريتنج جل مضبوط، ما راح يصير عندك مشكله انه يصير يعني البلاد يصعد. فهسه قلنا عندنا 7 سي سي. هاي السبعة شو حسوي؟ اقسمها بثلاث سرنجات، سرنجه اخلي بيها 2.5، سرنجه الثانيه اخلي بيها 2.5، السرنجه الثالثه اخلي بيها 2، 2.5 ب2 ونص ب2، صار المجموع 7. طبعا مناسب هاي الطريقه تعود لاحد الاطباء الكبار الفرنسيين، وفعلا طريقه يعني كلش افيشنت. المهم صار عندي 2.5 ب2.5 ب2، يجي ويا البلازما بايو هايلورونيك. الهايلورونيك كلش تخين، يعني من تسحب بسرنج النيدل مالتها الجيج يطلع 19 بالقوة ينسحب، وانتو تخيل ايش قد تخين، يقطر تقطر يشلع القلب. فأخففه بخمسة سي سي، شنو؟ خمسة سي سي ديستلد ووتر، خمسة سي سي ديستلد ووتر، فايف سي سي ديستلد ووتر، نوت نورمال سلاين، ديستلد ووتر. جبت ديستلد ووتر خففته صار عندي 10 سي سي هايلورونيك 5 سي سي، وحطيت له 5 سي سي ديستلد ووتر صار عندي 10 سي سي. ارجع اخلي هاي ال 10 سي سي تكفي لي 2 بيشنت، كل بيشنت راح اخذ له 5 سي سي اوكي. فهاي ال 5 سي سي اقسمها الى 1.5 ب 1.5 ب 2 اوكي. بس ركزوا وياي، البلازما 6 سي سي اللي طلع لنا من اصل 8 سي سي بلاد طلع لنا 6 سي سي، حطينا لها كالسيوم كلورايد اللي هو اكتيفيتر 1 سي سي صارت 7 سي سي، قسمتها 2.5 ب 2.5 ب 2، هاي حطيناها على صفحه. هسه اجي على الهايلورونيك عندي 5 سي سي، خبطت ويا ديستلد ووتر نوت نورمال سلاين ديستلد ووتر، خبطته ب 5 سي سي صار عندي 10 سي سي، قسمته على 2 صار 5 سي سي، 5 سي سي هذا البيشنت رقم 1، 5 سي سي البيشنت رقم 2. ايش راح اسوي؟ هاي ال 5 سي سي اقسمها الى 1.5 ب 1.5 ب 2، 1.5 ب 1.5 3 ويا 2 5، 3 سرنجات. ام ال 1.5 اخبطها ويا من؟ ويا ام ال 2.5 صار عندي 4. ال 1.5 الثانية اخبطها ويا 2.5 صارت 4. ال 2 اخبطها ويا ال 2 هم تصير 4. هاي ام ال 2 هايلورونيك ويا ال 2 بي ار بي صارت 4 اخبطتها، اخليها على صفحة. وذولاكي ام ال 1.5 ب 2.5 وب 1.5 ب 2.5 هم صاروا 4 ب 4، يعني 2 امهات ال 4 ذول اخليهم على صفحة. تمام. امهات ال 2.5 ب 1.5 راح استخدمهم انترا ديرمال، ام ال 2 ب 2 راح استخدمها ناباج. اتمنى تكون بيشنت هي بنفس البلد نفس البلد. دكتورة آمنة ركزي ويانا، ملاصت راح اعيدها من جديد، بس اريد تركيز عالي، مو نفس البلاد والله، بس ركزي وياي. البلاد هسه انا عندي بيشنت يعني او بيشنت واحد اوكي، جاني بيشنت يريد بلازما بايو، سحبت له بلاد، حطيت الفراشه جبتها خليتها بالتيوب، هي من كيفها نيجاتيف بريشر قامت تسحب، يعني ما اسحب بالسرنج، هي قبل راح تسحب، هو بي نيجاتيف بريشر شلون البوتوكس اوكي. سحبت 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 8 سي سي تسحب هي تكتفي، فصلتها وحطيت لها لزقه وعقمت المكان
وجبت التيوب حطيته بالسنترفيوج افتر، خلص السنترفيوجينج طلع عندي 6 سي سي صافية بي ار بي مال هذا البيشنت رقم 1. هسه ما له علاقة بالبيشنت رقم 2، بيحكي على البيشنت رقم 1. اجيت هاي 6 سي سي حطيت لها كالسيوم كلورايد، سحبتها بسرنجة وضفت عليها كالسيوم كلورايد اللي هو اكتيفيتر 1 سي سي، صارت عندي 7 سي سي. ارجع اقسمها بثلاث سرنجات، 2.5 ب2.5 ب2، صار عندي ثلاث سرنجات، هاي بيها 2.5 هاي بيها 2.5 هاي بيها 2، نقطة راس صدر، هاي انتهت. نجي على المرحلة الثانية، عندي على صفحة اكو هايلورونيك، مو بلاد، هايلورونيك، حطيت 5 سي سي، احط له 5 سي سي ديستلد ووتر، ديستلد ووتر، هاي دائما اركز عليها، مو نورمال سلاين. صار عندي 10 سي سي هايلورونيك مخفف بالديستل ووتر. ال 10 سي سي اقسمها على 2، 5 سي سي اضمها من يجي بيشن ثاني باكر اسبوع الجاي واسحب له بلاد اشتغل بيها، ما لي علاقه بها، هاي اضمها بالثلاجه خل تولي. ال 5 سي سي الاولى اللي بقت يمي ايش راح اسوي؟ اقسمها 1.5 ب1.5 ب2.5. ام ال 1.5 الاوبرا هسه عندي 3 اوبر، 1.5 ب1.5 ب2.5 العفو ب2، هذني هايلورونيك مخفف بالديستل ووتر، وعندي 3 اوبر 2.5 ب2.5 ب2، هذني بي ار بي واكتيفيتر. هاي ال 1.5 اخليها ويا هاي ال 2.5، وهاي ال 1.5 ويا ال 2.5 وال 2 ويا ال 2 دمجتهم، صار عندي 3 اوبر كل وحده بيها 4 سي سي. تمام، اول 2 امهات ال 1.5 ب2.5 استخدمهم انترا ديرمال، ام ال 2 ب2 استخدمها ناباش تكنيك. هذا يسموه باي ليرنج تكنيك، باي ليرنج تكنيك، يعني انت تشتغل انترا ديرمال وابي ديرمال، النتائج شو راح تكون؟ دبل افكت. اوكي، احد يقول لي زين بالبي ار تي مثلا شلون اشتغلها، بالماتريكس شلون اشتغلها؟ نفس الفكره، تسحب تقسم على ثلثين بثلث، ثلث خليه للناباج لان بالناباج ما تحتاج هوايه، وثلثين تخليهم للانتراديرمال. بس بالبايو لان الهايلورون يكون على على صفحه او على جنب نستخدمه بهاي الطريقه، خففه وانظر ليش ديستل ووتر، ليش مو نورمال سلاين؟ حقيقه على قولة الطبيب الفرنسي اللي حكى الموضوع قال لي يا دكتور انا شخصيا ما اعرف ليش النتائج بالديستلد ووتر اعلى من النتائج بالنورمال سلاين. واضح؟ فهاي الفكره اللي كنت اريد اعلمكم اياها اللي هي البايلينك تكنيك، واني واعدكم ما اتعلم شيء جديد اذا ما قلت لكم. انا تقريبا صار لي تقريبا شهرين او شهر ونص من تعلمتها، وكنت ضامها للكورس وفعلا بالكورس شرحتها، واليوم ما ابخل بها عنكم، حبيت اشرح لكم اياها كلكم. هلا دكتورة نور الوردة. ها، ام الواحد ونص ويا الاثنين ونص عندي 2، 1.5 ب2.5 وحدة، 1.5 ب2.5 وحدة، يعني كل وحدة 1.5 ويا 2.5 يعني 4 سي سي، عندي منهن اوبرتين، يعني مجموعهم 8 سي سي، اذا استخدم انتراديرمال. وام الاثنين ويا الاثنين استخدمها ناباج. احد عنده سؤال على هاي الشغله لو لا؟ الباي ليرنج تكنيك فور بي ار بي، باي ليرنج تكنيك فور بي ار بي. حبيبي دكتور ثامر انت باشا حبيبي الغالي، دكتور غسان صحيح كلامك بالكتالوج مذكور، بس النتائج يعني فعلا انا مين حكى لي هو الدكتور جربتها على طريقته وفعلا كانت النتائج بالديستلد ووتر اقوى من النورمال سلاين، وعلى قولته هو يقول لي انا ما اعرف ليش. ممكن شرح الميكسينج مال البلازما بايو طريقه المسك عشان مسكوا دافهم. عيدها على السريع دكتوره ساره، بس تعيدين البث راح تشوفيني عايدها يعني كلش بتفاصيلها الممله. ماشي،
هاي قلنا اي نوعيه ثانيه نريد نشتغلها باي ليرنج نقدر نقسمها ثلثين بثلث، ثلثين نشتغل انترا ديرمال وثلث نشتغل ناباج، تكون نتائج افضل طبعا مناسبه. النتائج على الاقل بالناباج هي اقوى من الترا ديرمال، بالباي ليرنج دبل افكت. اوكي بالبي ار تي نفس الشيء دكتور هند، تسحبين البلازما وتحطين الاكتيفيتر وتقسميها على على تاخذين منها ثلث تضمي للناباج والثلثين الباقي تشتغليها ترا ديرمال. الجروبات بس للفيلد، اي واحد داخل بالغلط حبيبي دكتور غسان راسي، اي واحد داخل بالغلط يا ريت يا ريت يا ريت بس تسووا لي يعني دزوا لي على الخاص مالت البروفايل اتاكد من عنده فعلا راح اطلعه، مستحيل يبقى اكو هواي داخلين بالغلط ويطلعون. ايش قد ندخل بالناباج تكنيك؟ الناباج تكنيك يعني تقريبا تقريبا اقل من نص مللي يعني شيء بشكل سريع يعني الاوبريشن كانه واحد يخيط ايش بسرعه. نكتب بيها بايلونيك اسيد وكالسيوم اكتيفيتر واليوتيوب ممكن بداية الطريقه انت بدايه تحط تسحب بلاد تسوي له سنترفيوجينج وبعدين تسحب البلازما وتضيف لها 1 سي سي اكتيفيتر. حبيبي دكتور مروان اي سؤال ثاني قبل ما انهي البث راح اجاوبه، اذا عندكم بعدين اسئله حجاوبها بالتعليقات وعذرونا من التقصير وتدللون. نحقن كلها مع السيسي 8 سيسي راح نحقنها بالانتراديرمال والاربعة سيسي ناباج. ها عرفتها هاي بالجروب القديم دكتورة لبنى، هذا الجروب الجديد ما بي. دكتور احمد حبيب موجود، حبيبي دكتور احمد حبيبي الباشا والاستاذ، ان شاء الله راح يعني اذا الله سهل يكون عمل مشترك ويا دكتورة اناليزا ودكتور احمد حبيبي على البي ار تي والخيوط والفيلر بنفس الوقت، بس الموضوع يم دكتور احمد حبيبي هو الباشا بعد. ماشي يعني اي سؤال راح اجاوبكم اياه ان شاء الله على الخاص او بالتعليقات انا حاضر. تصبحون على خير وجود باي.